السلام عليكم ويعطيكم العافية إخواني وأخوات، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. زي ما شايفين عنوان البث هو لماذا يعاني الإنسان في الدنيا ويعيش في مكابدة، وهذا برجع طبعا للنص. طبعا هذا أصل موعظة أعطيتها باللغة الإنجليزية، وأنا عادتي لمن يتابعني وأهلا ومرحبا بالجميع، أي درس أو أي خطبة أو أي محاضرة بعطيها باللغة الإنجليزية بذل جهدي أرد أحكيها بالعربي، ما استطعت لذلك سبيلا ولو بعد يومين، لكن تأكيد الله يكرمكم ويبارك فيكم إن شاء الله. أكدوا لي على صوتي لو سمحت، محتاج على الأقل 5 أشخاص إن شاء الله من بلدان مختلفة، بس أتأكد أنه صوتي واصلكم الحد أدنى. طبعا بقدرش أعلي أكثر من هيك، أنا في مكان عام وزائد في إزعاج حوالي، هذا تجاوزوه. الصوت واضح إن شاء الله بإذن الله. الله إذا بتتكرموا علي تأكدوا لي الصوت واضح، الله يجزيكم خير وحياكم الله جميعا. الصوت تمام، هاي الفلام أمان وديفيد حلبي، الصوت ممتاز شكرا لكم، الصوت مليح، الجوري أحمد ونور حصوى الله يجزيكم الخير، حياك الله محمد رجب، أمير واصل، أحمد المومني والصوت ممتاز، الأخ سام من ميسيساغا حياكم الله. طب ممتاز، هاي حوالي 10 أكدوا لي. أوكي، طبعا كالعادة الله يكرمكم يسعدكم ويبارك فيكم يجزيكم الخير. الطلبين لازم أظن أكررهم، الطلب الأول أي إنسان بدخل وأنا عم بحكي بقول الصوت 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 الصوت، ردوا عليه واشرحوا له أنه في عنده مشكلة في الجهاز، هذه واحدة. والثانية وأكرر اعتذاري، كل من يدخل أثناء كلامي ويقول لي دكتور بحاجة ضروري جدا للتواصل معك بشكل شخصي، الرجاء رقمك، أعتذر بكل ود ومحبة، لا أستطيع حجم الضغط المطلوب مني، عم بتعامل مع عشرات الناس فما عم بقدر، فأرجو منكم المعذرة. والرجاء دائما حدا يكون عندي على الأقل شخص أو شخصين يتبرعوا صدقة لوجه الله تعالى، إذا دخل حدا وظلوا يبعث 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 بتشوفوا، أنا بعد مرة بشوفهم بيشوشوني يعني، ومش معقول أظني أكرر هذا الموضوع. لذلك إذا بتكرمتوا الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم، تصدقوا عني واكتبوا للأخ والأخت اللي بطلب الرقم، قولوا له الدكتور حكى عدة مرات إنه يعني حجم الانشغالات عنده بيمنع من التواصل بشكل خاص، وجزاكم الله خير. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا أحبة، الموضوع هو داخل فيكم، كنت عم بقرأ بقول الله تعالى يا اللهم صل على سيدنا محمد، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، أو عفوا بدون الواو، لقد خلقنا الإنسان في كبد، خربط فيه الواو ولا ما فيها الواو. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا بأن الإنسان قد خلق في كبد. الكبد لا مستخدمه في اللغة العربية، المكابدة، ماشي، مكابدة تفهم بمعنى المعاناة بمعنى المشقة. خلاصة الرسالة، الإنسان خلق في هذه الدنيا والأصل في حياته السعي والمعاناة والتعب والمشقة. طبعا وقول الله تعالى في آية أخرى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الكدح هو العمل، يعني يا أيها الإنسان ستبقى تعمل 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 حتى تلقى وجه ربك. وتعرفوا إحنا أصلا يعني لو بطلع بإيدنا إحنا كبشر لو خيرنا إنه ما نشتغل ما نعمل ما تمنى. إذن النفس بالفطرة تدرك أن الراحة ممتعة، لكننا نضطر للعمل، لأنه إذا ما عملنا قبل التصنيع والآلة البشر إذا ما عملوا ما بيأكلوا إذا ما طلع صاد بيموت من الجوع، يعني لولا الصيد والحركة والمتابعة والملاحقة. وعلى مستوى الفلاحين إذا ما زرع وحصد وانتظر وضع الماء وحمل وكسر وبذر ووقف وإلى آخره، الحياة يعني بمعنى الحياة تكاد تكون قائمة على المشقة. فيأتي السؤال الممكن يتساءل في البعض، طبعا ونشكر أخونا نعيم الحبيب هي دخل على الخط، نعيم بنات اللي دائما بساعدنا الله يجزيكم الخير، أنا كل اللي عم بتشوفوه راح يروح على اليوتيوب إن شاء الله بإذن الله، بتاخدوه من اليوتيوب، هاي الموقع عم بحطه الأخ نعيم الله يجزيك خير ويبارك فيك إن شاء الله. طبعا يا أخوة أنا موجود بشرق كندا مقاطعة أونتاريو في مدينة أوكفيل أو ميسيساغا حسب، أنا يعني بين سكني وعملي اللي هي ضواحي تورنتو. إحنا عندنا الآن لسه يعني قبل ساعة ونص طلينا العصر، المغرب بده لا يعني تقريبا حوالي 35 أو 40 دقيقة المغرب، يعني ساعة إلا ربع للمغرب لسانا. فأنا موجود عن بلاد الشام 7 ساعات إلى الوراء، أنتم معظمكم بعد منتصف الليل، أنا لسه المغرب ما صليته، هذا سبب وجود الضوء. فنرجع، فالآن يأتي سؤال ألا يحبنا الله؟ جواب بلى يحبنا،
طلب ألا يريد الله لنا الخير؟ بلى. طب لماذا خلقنا في كبد؟ يعني لماذا صمم الله الكون وجعله قائما على أن نكابد منذ لحظة وجودنا؟ وفعلا يعني الإنسان منذ أن يأتي إلى الدنيا يأتي باكيا صارخا، بأي حتى هو لحظات السعادة ديروا بالكم محصورة بدقائق بعض الأحيان أو بفترات ضيقة. يعني أنت مثلا خلينا نقول فلنفرض من لحظات السعادة والمتع الغريزية والفطرية إنك تأكل بعد جوع، كنا مستمتع، الطعام متعة، تخيل حجم الراحة والسعادة اللي تنبسط فيها لما تأكل. طب ممتاز، بعد ما تأكل 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 وتلتذ فلنفرض نصف ساعة، ساعة يا سيدي، بعد شوي بعيد عنكم جميعا تضطر تروح الحمام. ما بتقدر تعيش بدون ما تروح الحمام. لو خيرنا بأنه جسمنا ما يحتاج للذهاب للحمام، من منا لا يتمناها؟ طيب نغتسل وننظف أجسامنا ونتحمم، بعد فترة بنرد بنعرق وبتخرج روائحنا ونضطر للاغتسال مرة أخرى، بنقص أظافيرنا بترد بتطول، بننظف بنرد بتوسخ، بنمسح الغبر بترد بترجع ترتاح بترد بتتعب. فدائما ما عندك حالة إلا دائما في نزول، طلوع نزول طلوع نزول، تشبع بترد بتجوع، ماشي، ترتاح ترد تتعب إلى آخره. فالحياة قائمة دائما على التعب وعلى الجهد وعلى المتابعة. بدك تستمتع بوضع الطبيعي البشرية لآلاف السنين، بدك تستمتع فلنفرض بخبز، مشان الخبز هذا تاكله بالوضع الطبيعي، في بذرة بدها تنحط في الأرض وتنسقى وتراعى أسابيع وأشهر ويتم حصادها ثم طحنها ثم تنظيفها ثم عجنها ثم خبزها ثم أكلها. تخيل أنت رغيف الخبز اللي بتبلعه بأقل من دقيقة، الجهد الذي بذل من المشقة والمعاناة والمكابدة والأرض أكثر. فبالتالي معاناة ما بتكون صحيح، بتمرض، ما بتطلع من مرض بتطلع من مرض، بيجي بروح فلو برجع فلو، بتخلص من مشكلة التسنن الأسنان وأنت صغير بتبلش في مشكلة حب الشباب وجلدك بصير يقطع، بتخلص مشكلة حب الشباب تدخل مشكلة الحالة النفسية والصوت يافع أو اللي بسموه مراهق وبتزعل من الكل مش عارف كذا، بتخلص من فترة راحة إنك والله كان حدا بيصرف عليك وطعميك وبيشربك، بتلاقي حالك صرت مسؤول، فجأة يتوفى والدك أو والدتك بتصير يتيم، ما بتلحق تبلش تشتغل تصرف دنيا وعالم، كان عندك كذا، تحس بحاجة شديدة جدا للزوجة وتفتح بيت وبدك ود وعطف وحنان وحنية وحاجات نفسية وبيولوجية، فكل اللي حوشته بتروح تحطه مهر وعفش وبيت، بتكون كيفت حالك إن حوشت هيك شوي، فجأة صرت مسؤول عن مجموعة من الأطفال، بتيجي بتنام بدك ترتاح إذا ما اشتغلت. تخيلوا هاي هذا القطب. ليش؟ أنا عم بشرح لك جزء إيش معنى كبد وكدح. السؤال ليش ببساطة احفظوها عني يا إخوة ويا أخوات ويا أحبة، ربنا صمم الدنيا على هذه الطريقة والله أعلم حتى لا نلتصق بها. أنتوا تخيلوا لو الدنيا قائمة كلها على راحة ومتع دائمة ما فيها إلا شوية نكد بسيط أو شوية صعوبة بسيطة، من منا سيفكر بالدار الآخرة ومن منا سيتشوق إلى الجنة؟ احنا بنستوعب، احنا ام بخطب مؤمنين، انا الان ان كان معي في الصفحه ملحدون او غير مؤمنين غير مسلمين خطابي ليس لهم، اهلا وسهلا بكم، يعني بتطلعوا علينا من بعيد، الخطاب ليس لكم الان، يعني اقصد مش راح يفيدكم، انتم لكم نقاش اخر، واهلا ومرحبا بكم يعني اخوه كراما في الانسانيه، واتمنى لكم الهدايه تسبقوني الى الله. موطن الشاهد عندي انه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ووضعنا في هذه الدنيا واعطانا مهمه، طلب منا أن يخلف بعضنا بعضا، وإني جعل في الأرض خليفة، أي نحن مجموعات نتكاثر ونتناسل ونبقى هنا، يخلف بعضنا بعضا، نحمل أمانة الطاعة الاختيارية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي الطاعة المطلقة في كل شؤون حياتنا حتى نلقى الله. وطلب منا أن نعمر الأرض، قال واستعمركم فيها، نحن مستعمرون في الأرض، أي مأمورون بأن نقوم بعمارة الأرض المادية والنفسية والمعنوية والأخلاقية والروحية كاملة. وظيفة، نحن مبعوثون لمهمة، يعني ولله المثل الأعلى، نحن مثل الخدم أو الجنود المبعوثين من قيادة الجيش العليا لأداء مهمة في منطقة،
تنتهي المهمة بنرجع لوين؟ لبيتنا، بنرجع لوين؟ لبلدنا، بنرجع لوين؟ لموطننا. وين موطننا؟ أين هو وطننا؟ وطننا الجنة. باختصار نحن أصلا خرجنا من الجنة، أبونا خرج من الجنة. يا أخوة تخيلوا المعادلة مش معقدة، لكن من استوعب المعادلة بهذه البساطة التفسيرات عنده بترتاح. نحن أصل بيتنا بين قوسين الجنة. من آمن اعتقد أدرك عرف فهم استوعب قبيلة إيش استسلم، اللي هو الإسلام، ما اللي هو السبمشن أو التسليم. عندها مطلوب منه يسعى يخلص المهمة الذي تدب لأجلها، ثم يستعد للرجوع إلى بيت أبيه الذي خرج منه. لذلك ربنا من كرمه علينا وضعنا بالمهمة، أعطانا الوسائل والآلات اللي تقدرنا على أداء المهمة، اللي هي العقل والتفكير والفطرة والإدراك بالحد الأدنى من القوانين الفطرية والأخلاقية والخطأ والصح والمعايير، زائد بعث لي ونزل علي قانون اللي هو إيش؟ الوحي، اللي هو يكمل منظومة العقل والفطرة، فصير عندي المنظومة المتكاملة ولله المثل الأعلى. أؤدي مهمة، نحافظين معظمنا أو كلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وننسى قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، بمعنى الله سيكلفني سيحاسبني على ما أعطاني. وقد أعطاني الله، أعطاني إدراكا، أعطاني عقلا، أعطاني سلطة، أعطاني لغة، أعطاني لسانا، أعطاني فهما، أعطاني سهولة في التعلم والتعليم والقدرة والول إلى آخره، سيحاسبون عليها. هاي المعادلة. ووضع متعة جزئية بينها، بستمتع في الطعام لجزء، بستمتع بالنوم لجزء، بستمتع ماشي بالعلاقات الحلال في موضوع الزواج لجزء، لكن المتعة الكبرى المتكاملة الدائمة التي لا يوجد فيها تنغيص في البيت هناك. لذلك أعلمني، أشعرني بجزء من متع الدنيا لأعلم، لأكون قادرا على القياس، لأستوعب ما الذي أنا مقبل عليه بعد، ماشي؟ مشان أتشوق وأحلم. وأعلمني أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن أعطالي أمثلة بسيطة تقربني منها. لذلك تخيلوا يا إخوة، تخيلوا بس هيك جدا، في الجنة لا يوجد نوم، ما في نوم. إحنا ليش بننام؟ لأنه إذا ما بننام بالمعنى العلمي الطبي خلايانا لازم تتجدد، جسمنا لازم يرتاح، نعرفش نعيش إذا ما بننام ضرورة، يعني لو ما نمت لأيام معينة بتموت، فلازم تنام. هناك ما في نوم، جسمك ما في تجدد، خلق يعني خلق جسم جديد، روحك هي ما بتتغير، ذاكرتك موجودة، لكن الآن عندك طبيعة جديدة بخلقك. أول لا تحتاج للنوم، اثنين ما بتتعب، ثلاثة ما بتعطش، أربعة ما بتجوع. تتخيل لا نوم ولا تعب ولا عطش ولا جوع. طب وتاكل، تاكل متعه. طيب احنا هنا بناكل متعه وبيطلع منا بالمسامات عرق، وبيطلع منا البول والغائط، بعيد عنكم يعني بدخل من هنا في مصاعب اخرى في الخروج. في الجنه ناكل متعه والطعام يخرج منا، شكل فضلات الطعام في الجنه ان تخرج على شكل عطور مثل رائحه المسك من المسامات. تتخيل بتاكل متعه والفضلات رائحة مسك مما سمت جسمك، لا يوجد عندك تبول ولا غائط ولا يوجد تمخط. قال بالحديث الصحيح لا يمتخطون ولا يتبولون، بالنص الحديث الصحيح في البخاري، ما في تبول، ما في حشران، ما في إنه شربت أبي حشران الحق، وين فيش حمام، ما فيش، فيش في متعة، متعة. تقعد بتضلك تاكل تاكل تاكل، تشرب تشرب افتما بدك، بتسولف كذا على على يعني نجلس على سرر، على ارائك نتقابل، بين قوسين باللهجه الاردنيه بنسولف، بنسولف وبنضحك وبنحكي، اصدقاء معارف اقرباء. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، شو احلاها، الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. يا الله، بدنا نصير انت واهلك، اسمعوا، انت وبناتك واولادك وزوجتك وامك وابوك، وتقعدوا تتسامرون وتنبسطوا، ما في شمس حر ولا في ليل وظلام، ما في، في ضياء. انا ناخذ اوصاف احنا الان، تخيل، واللي بتشتهي مجرد ما يخطر على بالك يوجد امامك تماما، طعاما شرابا متعه اللي بدك اياه. ف
فالآن هذه المنظومة اللي إحنا موعودين فيها، كل ما نتضايق منه الآن، تخيلوا إحنا يعني شو بدك، على تعب ما في، مرض ما في، جوع ما في، إحنا الآن معظمنا ليش بنشتغل؟ إذا ما اشتغلنا ما بناكل، ما اشتغلنا ما في بيت، ما في سيارة، ما في كذا، إحنا ما بتشتغل مشان تجيب مصاري، كل شيء مفتوح. إذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة، اللي بسموهم الجهنميون، تخيلوا مصطلح جديد يمكن على بعضكم، خليكم معي شوي. هناك فئة ممن سيدخل الجنة يسموا بالجهنميين، وتسمية غريبة صح؟ اللي هو آخر من سيدخل الجنة من أهل النار. نعمل هيك توقف جديد صغير. في عقيدتنا نحن المسلمين أن الأصناف، أن أصناف الناس يوم القيامة ثلاثة: صنف من الذين أنكروا الله وعادوه ورفضوه وتكبروا عليه، اللي هم مسميهم الكفار، هذولا عيد الجهنم أبدا، والمؤمنين الصالحين الذين غلبت حسناتهم سيئاتهم، هذولا عدل على الجنة، هذلك عدل على جهنم. في فئة ثالثة: مؤمنون ماشي، موحدون، مقصرون. من كل ديروا بالكم لما نحكي مؤمنين ما بحكي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن موحد بعقيدتنا هو مسلم من آدم عليه السلام إلى وقد سلم وأسلم نفسه لربه. فأتباع موسى عليه السلام من المؤمنين الموحدين هم مسلمون، أتباع يوسف عليه السلام في وقته من المؤمنين الموحدين الملتزمين بالشريعة هم موحدون، وهكذا هم مؤمنون. فهؤلاء عدد من هؤلاء المؤمنين الموحدين عبر تاريخ البشر بين آدم ومحمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة قد يكون من المقصرين، أسأل الله لا يجعل منهم. الذي يقصر إذا غلبت سيئاته حسناته هذا يعذب في جهنم فترة ماشي، بعضهم يخرج بالشفاعة وبعضهم أسباب. الآن آخر أهل النار ممن ليس مخلدا فيها بيطلع هذا وبيدخل وين؟ للجنة. اللي تعذب في النار، تخيلوا تعذب في النار ودخل الجنة، يعني وضعه شو إيش؟ تخيلوا شو وضعه، يعني وضعه يعني ما إله إشي، هذا له 10 أضعاف ما لأهل الأرض جميعا في الجنة. أهل الأرض تتخيل الأرض بكنوزها وأموالها وملياراتها وذهبها وجواهرها ومتعها وهواءها وماءها وخيراتها وشجرها وسمكها ومحيطاتها وأنهارها بما فيها من الأملاك والكنوز. أنت مشان تملك جزيرة بتدفع عليها ملايين، إذا لو بدك تشتري بلد بلغتنا الآن بدك مليارات تريليونات. أهل الأرض ما يملك أهل الأرض جميعا مضروبة بعشرة هي ملكية آخر أهل الجنة دخولا من أهل النار. تتخيل؟ فتخيل هذه الجنة التي بإذن الله نحن موعودون بها ونؤمن بها ونعتقد بها، وإن لم نعتقد بها فهناك خلل في إيماني، لست مؤمن أنا، في مشكلة. أركان إيش أركان الإيمان؟ الحديث لجبريل عليه السلام اللي جاء في الحديث الصحيح في روى مسلم أظن البخاري، لكن متأكد برواية من أنها مسلم قد رواه، الحديث صحيح إنه جاءنا رجل شديد، عمر بن الخطاب يروي: جاءنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهو غريب وما عليه أثر سفر، فالتالي طب مين هو؟ لأنه المدينة حواليها كلها صحراء، فأي غريب لازم يكون عليه غبار. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه تأدبا وطلبا للعلم، فقال: يا محمد، لاحظ كيف قال يا محمد، حدثني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ما استطعت ذلك سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا. يسأله ويصدقه. طب السائل يفترض عنده جهل بالمعلومة يسأل عنها ليتعلم، فكيف يصدق؟ الذي يصدق ويثبت ويؤكد يعني عنده علم مسبق. قال: فعجبنا. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان، وهنا وطن الشاهد، أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لاحظ إيمان بالله كتب، إيمان بالله ملائكة كتب الرسل والقدر خيره وشره.
واليوم الآخر، آسف نسيت، واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بدك تؤمن، تؤمن بعد وجود الله، لأنه الله أخبر، إحنا آمنا بوجود الله بالدليل العقلي والنقلي والأدلة الواقعية. الله أخبرنا بوجود اليوم الآخر، وهو أيضا دليل عقلي، وأخبر الآن التفاصيل في داخله خبرية، سيحصل كذا سيحصل كذا سيحصل كذا. فالآن جزء من إيماننا أن سنعي، أنه سيتم إحياؤنا بإذن مولى عز وجل بأمر من الله، نخرج من الأجداث سراعا كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، ثم يتم يوم القيامة المحشر للحساب. بعد الحساب، وطبعا فيها تفاصيل عديدة جدا قد نأتي على ذكر بعضها إن شاء الله، طبعا وفي هذه التفاصيل يعني الذي أبدع فيها الدكتور عمر عبد الكافي في سلسلة معروفة جدا جدا كانت على قناة الشارقة قبل حوالي 10 سنوات، موجودة على اليوتيوب، تفاصيل يوم القيامة واليوم الآخر. نحتاج نعرف هذه التفاصيل، نحتاج أن نفكر بها لنتشوق لها ولنستعد للمرور عبرها. تديروا بالكم زي ما بنحكي في دائما بنحكي عذاب القبر، في نعيم بالقبر يا أخوة، ويوم القيامة، يوم القيامة، أهوال القيامة، أهوال القيامة، يحشر الناس في العرق. نعم، ويوم القيامة 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فدائما اطلعوا على الجانب الإيجابي واسعوا أن تكونوا من هؤلاء. يا أخي ليش في عذاب يوم القيامة يا أخي؟ طب يا أخي أنت لا تكونش من جماعة المش كويسين. لا تكون من النوتيين. تعرفوا من النوتيين؟ في نوتيين على مستوى السياسي، في نوتيين على مستوى الفكري، في نوتيين على مستوى الأخلاقي، في نوتيين بتاع كله. لا تكون نوتي يا أخي ببساطة. خليك كيوت. هذا بس طبعا يعني أنا أشير إلى أصحابنا اللي دائما بيذكرونا بالخير، متطرفو العلمانيين من العرب والليبراليين وبعض الطائفيين اللي بعرف أنهم موجودين على الصفعة قاعدين على الركبة ونص دول. اللهم صل على سيدنا محمد. فاللهم صل على سيدنا محمد. فالفكرة إنه أنت لازم أو شيء تكون منتبه لهاي القضية. إذا أنت منتبه لها وما عم بتفعلها عندك لازم تتذكرها. إذا عندك إشكالية فاعتبر جزء من كلامه هو تفسير للسبب، إنه إحنا دارنا، بيتنا، مآلنا النهائي، الفاينل ديستنيشن تبعنا بإذن الله، بإذن الله الجنة. إحنا موجودين الآن في كبد ونكدح. ليش؟ سبب ما تلتصق وتضلك مستعد تأدي مهمتك. شو مهمتك؟ يخلف بعضنا بعضا، نعمر الأرض، نطيع الله باختصار. هذا مش اجتهاد مني، ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة معناها الطاعة التامة دون أدنى شرط. باختصار، لا تكن عابدا لشهوات نفسك، لا تكن عابدا لعشيرتك ولا لقبيلتك، لا تكن عابدا لحزبك، لا تكن عابدا لوطنك، لا تكن عابدا لبلدك، لا تكن عابدا لحاكمك، لا تكن عابدا لرئيسك، لا تكن عابدا لملكك، كن عابدا لله فقط. ماشي؟ والباقي أطعهما واخدم، أطعهم واخدمهم ما داموا يتفقون مع ما يريده الله. فإن خالفوا لا طاعة لهم. لا تقول لي كذا أولا ولا ما كذا أولا، الله أولا باختصار، الله أولا. إذا الله مش أولا عندك، ضع علامة استفهام على خطتك ومصيرك النهائي. إذا الله مش أولا، الرجاء روح اعمل، افتح الملف تبعك اللي انت قاعد ترسم فيه، بتصمم فيه، بتخطط فيه، اطلع الله وين مكانه. اذا مش اولا بترجاك ترجع للموضوع. اذا الله مش اولا انت الفاينل ديستنيشن حقتك قد يكون خطير جدا. يعني المؤدى النهائي. انا لا املك الا انصح واذكر، وبعرف في ناس مش عاجبهم الحكي، وفي ناس بيستهزئوا، وفي ناس بتطلع وبيقولوا لك لد الشيخ شو بيحكي. ماشي ماشي، يعني ربنا علمنا بالقرآن بمعاني آيات، يعني بمعنى الآية إن كنتم تستهزئون بنا الآن سنأتي إلى يوم نحن بإذن الله نكون في منخفة رحيل نستهزئ بكم كما كنتم تستهزئون. هذا إن كنت تستهزئ وأنت عارف، فإن كنت جاهلا فأدعو الله لك ولك بالهداية. إن كنت لا تعلم انسى، إن كنت لا تحبني كشخص ما عندي مانع. ماشي، لكن فكر بكلامي أخي. الكلام عم بحكي لك أنا ما بنتفع منه شخصيا، أنا ما عندي الآن عم ببيعك بضاعة خاصة بالشركة والله مشان، لا 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 بالعكس بالعكس، أنا دعوتي إلى قد تكلفني أصلا. بالعكس، أنا الأصل إني أنا أتآلف قلوب الناس بما يريد، يعني بين قوسين أشتغل منافق بيجيب لي فلوس أكثر. بالمناسبة النفاق في الدنيا بيجيب لك فلوس أكثر وبيزبط لك الناس أكثر. لا، لكن إحنا إن شاء الله، أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. هذه خلاصة بس عم بعطي تفسير إيش سبب إنه إحنا عايشين، الله يكرمكم ويجزيكم الخير، بموضوع معاناة وكبد. خلاصتها الله تكرم وتفضل علينا
وصمم لنا منظومة تذكرنا دائما بألا نركن إليها، بألا نتمسك بها، بألا نعتمد عليها. نقطة. شو بيخليك هذا؟ بخليك دائما تفكر بالأحسن، بالأفضل، بالأروع. وين هو؟ يوم القيامة. فهو من مصلحتنا هذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يغفر لنا ويرحمنا ويقوينا ويعيننا على ما فيه الخير. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. الآن بدي أمر على الأسئلة. إذا لا، شو اسمه الموبايل رجعني لورا للأسئلة اللي إلها علاقة بما يعني بما تحدثت عنه. أي شيء خارج الموضوع اعذروني، وشكرا لكل من بعث وسلم، وأعتذر من أي إنسان الله يكرمكم عم بيطلب الرقم بشكل شخصي لا أستطيع، اعذروني. طيب شوف، شو في شيء له علاقة بما قلت. الله يجزيكم الخير وشكرا للجميع. نعم، كنت عم الدكتور عمر عبد الكافي عن موضوع، لمن يسأل عن موضوع أهوال القيامة. برجع بقول ترى يوم القيامة فيه أشياء مخيفة، فيه أشياء رائعة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. الناس يحشر الناس في العرق على قدر أعمالهم، بينما في سبعة بلغتنا بيكونوا في ميزة خاصة. كيف لما نحكي ولله مثل أعلى، فندق 5 نجوم، فندق 7 نجوم، وباقي الناس بالشارع. كيف لما نحكي يطلع مثلا هدول الناس بالشارع عرقانين وحالتهم حالة، وهدول قاعدين بفندق مكندش وبوفيه مفتوح ولله المثل الأعلى. سبعة يظل يوم القيامة يوم الأهوال، في ناس قاعدين بأحلى جلسة ومرتاحين. مين تعرفوا منهم؟ حاكم عادل، أو إمام عادل. لاحظ الإمام العادل ممن سيظله الله في ظله يوم القيامة. شاباني، طبعا هنا ذكر أو أنثى، يعني ماشي، يعني أخته، تحبا في الله، اجتمعا عليه وافترقا عليه. رسالة للشباب ورسالة للبنات، لما تصاحبوا لا تصاحبوا لمصالح دنيوية، ولا يكون على أساس والعياذ بالله مصلحة آنية كذا إلى آخره. لله تعالى إذا ما في شيء يربطك فيه بالله سبحانه وتعالى بلاش تنافق. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، عينان بكتا أو عين بكت من خشية الله، ورجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله. مجاز، كناية عن حرصه على الصدق بينه وبين الله، ما بده حدا يشوفه ولا بده حدا يجي يصوره، مش زي البعض، ما بنعمم بعض وأقول بعض الأثرياء اللي بكون عماله بيعمل الصدقة وسبعين كاميرا قاعدة بتصور فيه، وهو المتبرع الكريم بعد يومين بلاقيك بنزل على الانتخابات. لا لا لا، فالحمد لله هدول موجود هاد يوم القيامة. طيب عذاب القبر، طيب يا أخي خليني أحكي لك عن نعيم القبر. نعيم القبر، حديث الصحيح في البخاري، إن الرجل إذا كان في انقطاع من الدنيا، طبعا كلمة الرجل تستخدم في اللغة العربية على التغليب، اعتبرها بمعنى كلمة شخص يعني ذكر أو أنثى، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، جاءه رجل شخص صبيح وجهه فيقول له من أنت يا ذا الوجه الصبيح صبحك الله؟ فيقول أنا عملك الصالح، سأبقى جليسك إلى يوم القيامة. ثم يمد له في قبره مد البصر، ثم يقال له نم نومة العروس، فينام فتمر عليه فترة البرزخ كأنها ركعتي ظهر أو عصر. يعني هذا موجود، هذا مرحلة الموت موجود لناس. فأنتوا لا تفكروا أن كل الناس بمعاناة، لا، من لحظة الضمك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ملائكة هتستقبلك عند لحظة الموت، يترحب فيك في عالم الآخرة، تقول لك تفضل أنت ضيف على حضرة الكريم الجبار الرحيم. فدير بالك ساك تفكر إنه لا لا، في ناس لحظة الموت هي بداية السعادة عندهم. رح يبدأ الترحيب الإلهي عبر الملائكة، ثم ترحيب العمل الصالح به، ثم يمد له بقبره، ثم يغفو، ثم يقوم ليوم القيامة، ثم يكون من السبعة الذين يظلهم الله بظله. أنت بتفكر الموت كلها معاناة؟ لا لا لا، في ناس لحظة الموت بيكون خلص من معاناة الدنيا وابتدأت عنده الجنة عمليا. الجنة الجنة النهائية، لما يكون تتخيل لما ملائكة تستقبلك تضرب لك بلغتنا سلامات تعظيم، إحنا مندوبين عن الرب الرحيم، جئنا نرحب فيك في عالم الآخرة. يا له يا زلمة، واحد فينا لو تخيل يكون مسافر على بلد
يجي قوات حرس ملكي من قائد وملك البلاد يوقفوا له طابور وسجاد احمد ربوع سلامات، تقول احنا جئنا نيابه عن الملك او عن الرئيس او عن الزعيم، نرحب بك في هذا البلد تحت امرك. والله لا يغمى عليه من فرحه، يغمى عليه شو يقول لك اباء 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 بنزل على راسه من كثر الفرحه. فكيف اذا الرب الكريم ملك الملوك الذي بعث لك الملائكة؟ هذا راح يحصل بعد الموت. تخيلوا واحد بيقول لي وانت مصدق؟ يا سيدي اه مصدق ومؤمن. اذا انت مش مصدق اطلع برا، يعني هي اللي داخل بين البصل وقشرتها ما بينوبك الا ريحتها، برا المعادله ما بدك تؤمن، حر انت. الله يهديك تصير احسن مني. بس قلت هذا خطابي للمؤمنين والمؤمنين فقط، اللي مش مؤمن الله يكون بعونه، يعني له خطاب اخر، يعني بنحكي معاه بخطابات اخرى. اللهم صل على سيدنا محمد. الأخت الفاضلة وفاء بنت الدكتور مأمون سلمي عليه سلاما حارما الله على الوالد والوالدة، الله يجزيكم الخير ما شاء الله عليهم، فاضلان عزيزان. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب سامحوني، أنا شكرا لكل من يبعث ويشكر إلى آخره، عم بتجاوز كله بس الأسئلة. الأخ عبد الله بيقول يا دكتور لما تنزل فيديوهات على اليوتيوب بعد البث يا ريت أنها تنزل بالوقت الحقيقي للشرح فقط، الأفضل جعل فيديوهات مخصصة. إيش يعني الوقت الحقيقي للشرح؟ لا بهاي اللحظة أنا ما فهمت السؤال، شو المطلوب أخ عبد الله حميدان؟ اللي بيصير أنا بحكيها الآن يتم إنزالها ثم رفعها على اليوتيوب مرة ثانية. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا أخ شمر، يا الله يكرمك ويبارك فيك إن شاء الله. في الأخ مصطفى بيسأل دكتور أقسم بالله أني أعجز عن الصلاة حتى أتعصب، حلمي الصلاة بدون انقطاع، أصلي أسبوع وأنسى الصلاة كأني لا أعرف من خلقني، أرجوك انصحني. لا إله إلا راح اختفى الكلام، بس يعني أنا مشكلة الموبايل ما عم برضى يرجع لي الكلام، طلع لفوق بضيع علي عشرات الكومنتس بحذا. بس اللي فهمته من كلام الأخ مصطفى يبدو من سؤاله من إحدى دول المغرب العربي. أخي مصطفى الله يكرمك، الموضوع كتير سهل، موضوع كتير سهل أخي. الصلاة يعني أعد نظرك للصلاة، الصلاة ليست فرضا، الصلاة منحة وهدية لك لتتصل بها بحبيبك بربك بخالقك. من هنا انطلق. واحد اثنين، اعمل برنامج الزم نفسك فيه ولا تربطه لا بشعورك ولا بحاسيسك ولا بمتعتك ولا براحتك ولا برغبتك. يعني بمعنى في ناس بيقول لك بس يا أخي ما عم بحس بلذة الصلاة، فإذا مش كنتش مرتاح ومتكلم ما بروح بصلي. لا لا، أنت صممها على أن تكون برجامجا ملزما، مثل يعني من غير تشبيه، لكن أنا هذا حل مشكلة، مثل الدواء. لو كنت أنا طبيب الآن ماشي مختص في مجال ما، وأنت جئت تشكوني من مرض، جيت قلت لك هذا الدواء حبوب ماشي ومرهم ذو رائحة نفاذة والمادة مرة، ويجب أن تأخذها 3 مرات كل يوم لمدة 30 يوما، وبإذن الله ستشفى. لأن الطعم ليس طيبا والرائحة ليست طيبة والتوقيت مزعج جدا جدا، قبل أكل وبعد أكل ولازم تصحى من النوم، يعني لا. فالآن أنت تأخذ قرارا 30 يوم بتغير كل برنامجك، تلزم نفسك قرار نظام. شو بتعمل؟ بتحط ألارمات، بتوصي والدك والدتك، بتغير منظومة توقيت نومك، بتبكر عشاك، بتأخر فطورك، تأخذ قرار وبتمشي على نظام وبتكسر عاداتك المألوفة. بعد 30 يوم تجد نفسك لو جيت قلت لك بدي أطلب منك هذا الدواء تكمله كمان 30 يوم، تلاقيه سهل جدا 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 عليك، بتصير خلاص اتبرمجت من الداخل في اللا شعور أنه عندك 3 حبات باليوم، تصحى من النوم تلقائيا بتروح على مكان الأدوية، ترجع البيت تلقائيا بتحط حطة الدواء، مجرد ما تحط الأكل على الطاولة تلقائيا بتتذكر الدواء، بصير جزء من حياتك. هاي المرحلة تأتي بالتعويد والإلزام والبرنامج، لا بالشعور ولا بالرغبة ولا بالمتعة ولا باللذة. دير بالك، يعني برنامج زي بدك تعمل مسابقة رياضية حابب تفوز بالركض،
انت بتقرر تاكل بروتينات وتخفف نشويات وتركض كل يوم 5 كذا وتخفف وزن وتعمل كذا. طب حمل الحديد ليس محببا للقلب، مزعج، لكن انت قرار برنامج حمل حديد 2 ساعات في اليوم، قرار لازم تركض. طب الركض متعب، اريد ان اركض لاني بدي العب كره سله وبدي كذا، فهو برنامج بلزم نفسي فيه ولا اربطه لا بظرفي ولا برغبتي ولا كذا، بتصير تعود. هذا خط. في خط ثاني، كل مرة بتجلس فيها افعل ما تستطيع قدر الاستطاعة من الظروف المهيئة التي تعينك على متعة الصلاة. يعني لا تذهب للصلاة وأنت جائع، لا تذهب إلى الصلاة وأنت مزحوم بمعنى تحتاج للذهاب للحمام، يعني لا تجعل الوضوء معك ساعات طويلة جدا مشان ما تجدد وضوء، لا، حتى تكون مرتاح. حاول قبل الصلاة تجدد الوضوء وتدخل للحمام، حاول تلبس أطيب الثياب، ضع عطر، صلي في مكان أنت تحبه وترتاح له. خط ثالث، الآن دائما اقرأ من الآيات ما تحفظه من الآيات الجديدة حتى تركز وتستمتع، وأكثر من الدعاء في السجود، ولا تقم عن الصلاة في كل صلاة إلا بعد أن تقوم سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33، وادعو. هذه العادات ظاهرها شكلي كلها تربطك بمتعة الصلاة، والله أعلم. طبعاً سامحوني يا أخو يا أخوات، في عشرات التعليقات الموبايل بتفشهم دفش فجأة، بيعمل إياهم يكلف فوق ما برضو يرجعوا، مش ضابطة معي، فأعتذر عن كل اللي اختفت تعليقاتهم. الأخ مأمون بيقول دكتور بارك الله فيك، بالله تحكي عن اللي بيحكي لك أنا عبد مأمور وهو ظالم. شو عبد مأمور؟ ربنا أعطانا جواب عليها، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فيش عبد مأمور، شو عبد مأمور؟ ما في، أنت مشارك، يعني اللي بيحكي هذا الحكي جزء من الظلم وسيحاسب مثل ربنا اللي قام، مش أنا. إن فرعون وهامان وجنودهم حطهم بمسطرة واحدة كانوا خاطئين. شو عبد المأمور؟ يا سلام عبد المأمور، قبل أنا يعني بعدين راتبي بياخدوا مني، طلبوا مني أحبسه. طب حد علمك عمل إشي؟ لا. طلبوا مني أجلده. طب حد علمك هو ظالم؟ لا، وأنا بعرف إنه مظلوم، بعرف إنه تتلوا عليه، ولكن عبد المأمور يا سيدي، عبد المأمور بتحكيها لمالك خازن النار يوم القيامة هذا الحكي. حلو عبد المأمور. تخيل لو العكس، أنت عم تتطلع وجاء واحد زميلك طلبوا منه أمر يجي يسحل أخوك، أو ياخد أمك قدامك ويعذبها، أو ياخد بنتك ويعتدي عليها، تقول له ولك يا مجنون ولك، بقول لك عبد المأمور يعتدي على بنتك قدامك عبد المأمور، شو رأيك تقبل؟ كمون، وهيك قولوا لهم هذول، بقول لك عبد المأمور كلام فاضي هذا. اللهم صل على سيدنا محمد. شكرا أخت عايدة. صح أخ عبد الله معك الوقت، أنتوا لازم تلحقوا تناموا مشان تصلوا الفجر. أنا لسه المغرب ما دخل عندي، أو لا هسه دخل المغرب، يعني له دقائق، 3 دقائق إلى المغرب دخل. كروان بيقول سؤال حول الجهنميين، إن كانوا هم المقصرين فكلنا مقصر، فالمفهوم مخيف. فعلا هو مخيف طبعا. كيف نفكر بطريقة إيجابية بحيث يعطي فأل رغم التقصير؟ أحسن الظن بالله، أبذل جهدك، لأن المعادلة مو معقدة. إن الذين قالوا ربنا الله أعلنوا، اعتقدوا، أعلنوا ثم استقاموا، والله ما هي مش معقدة، يعني واضح. الظلم عارفينه، والكذب عارفينه غلط، وعقوق الوالدين عارفينه أنه غلط، نلتزم قدر الاستطاعة، يعني الموضوع مو معقد، ولكن نتبع شهواتنا. أبذل جهدك، ربنا بيحاسبك على النية والجهد مش على النتائج. يعني المعادلة كتير حكيت فيها، أحسن الظن بالله، أبذل طاقتك فيما تستطيع، يكرمك الله فيما لا تستطيع، ويحاسبك على نيتك وجهدك، ولا علاقة لك بالنتائج، إن أنت إلا نذير، ليس عليك هداهم. باختصار، الأخ يونس بيقول كيف نعرف أستاذنا الفاضل نفرق، أو كيف نفرق بين عقوبة من الله ما هو ابتلاء من الله من خلال هذا الكبد أحيانا الذي نعيشه؟ محبكم يونس من المغرب. حياك الله أخي يونس. بشكل بسيط جدا، شوف العقوبة، أنا بقول لك يعني من ضمن العلامات اللي على الأقل أنا مستوعبها أو فاهمها،
ربنا بحكمته وكرمه لما يعاقبني بيكون بحسسني ومشعرني انه هاي عقوبة، زائد انه انا شايف ومستوعب ومدرك التقصير اللي امامي، لانه ربنا ما بيجي بيعاقب جاهل مش مستوعب، لا حاشاه سبحانه. فبكون انا مقصر، انا معتدي، انا ظلمت، فبالتالي لما تيجي العقوبة بيجي معها الرسالة انه هاي بسبب هاي. زي المثال اللي بدل ما بضربه لطلابي وطالباتي في الجامعة، دقيقة بعدين يكون بسم الله. بقول لو واحد مثلا صيح على أمه وعقها عقوق شديد وصيح أيهما في غيرنا، خلفتونا مشان تحرثوا علينا، مش عارف أبصر إيشي على أبو يوم هالعيشة، وليش خلفتونا؟ شايف حاله متكبر ومش طايق أمه تطلب منه طلب، المسكينة المريضة التعبانة، طلع وسكر هالباب بطريقة وقحة جدا ونزل على الدرج، وهو نازل ربنا حط له قشرة موز، فور كمل الدرج بالطريقة اللي بتعرفها. 6 أشهر في المستشفى، 6 أشهر في المستشفى، عمود فقري على ورك على ركبة على كسر حوض على رسغ على مرفق على كذا، تكسرت الدنيا. هلا هذا صاحبنا صعب يعرف انه قشرة الموزة هي عبارة عن قرصة إلهية لصيحه على أمه، واضحة أمامه كمثال. مثال طبعا هاي أمثلة كثير واضحة بس بقرب فيها الصورة. لو واحد قاعد بسوق سيارة ومش مراعي موضوع غض البصر، ومن النوع بعيد عنكم بعيد عنكم الوقح من جماعة ايش يا حلو وايش يا قمر وايش يا عسل، اللي هو ماشي بالسيارة، ايش يا حلو ايش يا قمر، طب هالسيارة بهالعمود انفلقت نصين، صعب كتير يعرف انها عقوبة؟ لا مش صعب، من هالنوع هذا. في المقابل انسان محافظ على حقوق الله في ظاهر ما يعلم، يبذل كل جهده وقلبه مطمئن، وربنا بعت له شيء شديد جدا، واضحة انها بلاء، ربنا عم برفع، وشرحناها، عم برفع من درجاته، عم بيعطيه قيمة اعلى، وعم بيعده لانه عالم. واحدة من علاماتها موضوع الرضا والراحة وما عرفت أني لا أفعل شيئا خطأ أصلا، والله أعلم. هذا هيك بشكل سريع جدا. الأخت رغد بسؤول الأخت رغد تسأل دكتور، كلنا مذنبين أو مذنبون، هل الكل سينالها عذاب القبر؟ لا، في ناس عالم البرزخ يبتدئ بنعيم القبر، مش الكل في عنده عذاب، لا 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 ابدا. يعني واضحه القبر هو جزء مما نسميه، طبعا القبر مجازا احنا بنحكي، لانه في ناس بتفجر فيهم الطياره، وفي ناس بتاكلهم السباع، وفي ناس بياكلهم السمك الجسد ماشي، والشهيد اللي بتقطع في المعركه وبتفجر في الحرب وكذا الى اخره. فالقبر هي عباره مجازيه، لانه مش كل الناس موجوده في قبور. القبر هو عبارة عن لفظة نريد بها عالم البرزخ، احنا نؤمن بعالم الدنيا عالم الآخرة، بينهما عالم البرزخ. البرزخ في اللغة الحاجز بين أمرين، لما ربنا تحدث عن البحار والمحيطات، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ حاجز لا يبغيان، يعني المية ما بتختلط على بعضها، حاجز. فالبرزخ هو الحاجز، ونعتقد بوجود عالم دنيا عالم آخرة بينهما عالم برزخ. عالم البرزخ يحتوي على ما نسميه عذاب القبر ونعيم القبر. وطبعا دليلي على ما أقول إنه ربنا سبحانه وتعالى Do you want me to remove it? Okay. Okay, it's okay. Okay, thank you very much. فيحتوي على عذاب القبر وعلى نعيم القبر. إحنا لأسباب عديدة حضارية فكرية سياسية سميها إلى آخره بنركز للأسف كتير عذاب القبر عذاب القبر عذاب القبر، هذا جزء في نعيم القبر يا أحبة. مش من يعني أعطيتكم دليلين، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، من القرآن، هذا تتنزل عليهم الملائكة عند لحظة الموت، ملائكة تتنزل مهمتهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، وين عذاب القبر؟ نعيم هذا، لا تخافوا ولا تحزنوا، أبشروا، قاعد بشرني بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها. شوف البشارة، أنا قاعد الآن روحي طلعت دخلت عالم الآخرة، تتنزل، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي ولكم فيها في الجنة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أنا لسه الآن ما دخلت الجنة، أنا ببداية مراحل الترحيب لسه، ولله المثل الأعلى. زي إنسان قيل له
اعمل اعمل اعمل، اذا بتحصل بتسوي بتفوز بالجائزه راح ناخذك بطياره سفر 10 ساعات، تروح على اجمل مملكه على كوكب الارض ونعطيك اجمل قصر واجمل اجمل اجمل. فهو فاز في الجائزه، فصدر قرار الفوز، قطعوا له التيكت ولا له المثل الاعلى تيكت، ركب بالطياره، استقبلوا المضيفين والمضيفات بالطياره خاصه له. لاحظ هو لم يذهب الى قصره بعد، لم يستلم قصره، كلها مراحل استقبال الاستعداد الركوب بالطيارة. بس أثناء استقبال سجاد أحمر، ترحيب، طعام، شراب، نزل سجاد أحمر، جنود خاص، حرس ملكي، ضرب سلامات تعظيم، سيارة لرولز رويس، ليموزين، مش عارف، ولله المثل الأعلى، كل هذه المراحل لسه ولا وصل كلها. وهكذا ربنا، إذ إحنا البشر هيك بنعمل. تخيلوا ملك 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 على مملكة صغيرة على جزيرة، إذا بده يكرم واحد بيعمل له زي هيك، فما بالك بملك الملوك. ربنا بيبعث ملائكة، هذا دليلي على نعيم القبر. والحديث الصحيح، الرجل إذا كان في انقطاع من الدنيا، ذكرته قبل شوي، رأيته رجل صبيح الوجه، من أنت يا ذا الوجه الصبيح؟ أنا عملك الصالح. يمد له في قبره وينام نومة العروس. والعروس في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، يعني كناية عن السعادة والفرح، اللي هي من أجمل ليالي الإنسان، اللي بالحلال طبعا. ماشي جماعة، الله يهديهم اللي شغالين بالعطال بطال بالحرم، مش رح يعرفوا هاي المعاني اللي نحكي عنها. أسأل الله أن يعيذنا ويعيدهم، ويهدينا ويهديهم، ويستر عليهم ويغفر لهم، ويسبقوننا في الخير إن شاء الله. شكرا أخ مثنى على الترجمة. نعم أخ سيمة، شكرا، الله يجزيك الخير. الأخ ناس عم بيرد على الأخ الكت، عم بقرأ كلامه، ربما قصد الأخ أن يتم اقتطاع الأجزاء التي بها أسئلة والرد على المتابعين وبقاء الفيديو. ما بزبط أخي الكريم، هو أصلا فكرة الفيديو لايف أني أتخيل هلأ أنا الحكي اللي عم بحكيه معكم أول بأول دنيا عالم، هذه الأفكار والمعاني والأحاسيس والمشاعر وكلها لا تأتي إذا رحت بدي أرد عليها لحالها، بكون خلص دخلت المود آخر أنا، فلا أضمن أبدا أني آتي بنفس المعاني ولا بهذه الروح ولا بهذه الكثافة، والله أعلم. التوقيت عندي الآن أنا قبل 7، يعني 7 إلا دقيقتين تقريبا، أنا في مقاطعة أونتاريو شرق كندا. الله يجزيكم الخير. طيب طبعا أنا أعتذر منكم، في كثير من الملحوظات وأنا عم بحاول أقرأها مش عارف ليش السوفتوير تبع الفيسبوك بتفشها دفش، لفوق برفعها وبتختفي، مش قادر يعني أقرأ كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب إذا ما في إشي بشكل مباشر على كلامي، بدي أعتذر منكم حتى أروح إن شاء الله. طبعا حيا الله أخ أنس من الكرك، أهلا وسهلا، الله يجزيكم الخير، حتى أروح نلحق صلاة المغرب والعشاء بعديها طبعا، والالتزامات اللي علينا. الأخ أحمد اللي بيسأل عن دكتور ذاكر، إنسان رائع، أنصحك بمتابعته وفيه خير كثير، وهو خليفة أحمد ديدات. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. هل كل أخ لؤي بيسأل، هل كل تقصير في حق الله يظهر آثاره في حياتي من هم أو ضيق صدر، أو ممكن أجل الآخرة؟ لا أخي، لازم يظهر في حياتك حتى تنبه لتعدل. أصلا الهم والضيق هو الرحمة الإلهية مشان ينبهك، وهو من رحمة الله عليك، من باب التذكير حتى تأخذ قرار بنفسك وتعدل بنفسك، لأن الحساب راح يكون بناء على إرادتك، لازم يصير لك معك هيك. وين يؤجل؟ يؤجل الآخر. طب ما استفدت إذا تركك دون هم وضيق صدر،
والعياذ بالله ستقع في ضلال، انك انت عم تعمل الغلط وعم تعمل التقصير وما عم يشير معك شيء. فمن رحمة الله انه بعث لك الهم والضيق مشان ما تستمتع بالخطأ والحرام حتى تتضايق وترجع الى الله وتتوب وتستغفر. فهذا من رحمة الله لازم يتم بالدنيا. حيا الله اخ يونس من المغرب، الله يجزيك الخير. الاخت حنان تسأل هل بيموت بكورونا بيكون شهيد؟ اختي ما في على الاطلاق، يعني ليش نسأل على الكورونا؟ اي مرض في العالم هل اللي بيموت بالمرض شهيد؟ الجواب ربما نعم وربما لا، بيعتمد على موقف الانسان من الله اصالة. يعني واحد كافر بالله مات بالكورونا بنحكي عنه شهيد؟ كافر كافر، مش مآمن بالله، كيف بده يكون شهيد مثلا على سبيل المثال؟ طيب واحد مات بالكورونا زيه زي اللي مات بحادث سيارة، زيه زي اللي مات بالسرطان، وكان من النوع اللي ما بيحترم ربنا ومتكبر على ربنا وظالم الناس وسارق أموالهم ودنيا وعالم، ليش بده يكون شهيد؟ شهيد ليش؟ لا، هو الشهادة تكون لمن قدر الله له هذه الصورة في الخاتمة، بس إيش؟ يكون قبلها حسابه بينه وبين الله شغال عليه. آه طبعاً الموضوع مش بس هيك بس خلاص، لا لا، في نية وفي قصد وفي تراكم ملف، هذا بيكون الصورة الخاتمة يا أخوة يا أخوات. في هنا أخت أو أخ والله ماني عارف، المشكلة راح عم بسأل أو تسأل أظنها واحدة عن الأغاني، بعد ما ابتعدت ردت رجعت، أختي على الأقل استبدليهم بالأناشيد اللي فيها كلام خير جدا. في كثير من الأناشيد فيها كلام كثير طيب لمنشدين ملتزمين، عوضي حاجتك الشديدة في الاستماع لمنشدين بيحكوا كلام راقي جدا ماشي، وخلينا نحكي منظوماتهم وأنغامهم يعني بتذكرك الأمور فيها كثير خير، وفي كثير من الموشحات والأصوات الجميلة زي المنشد أحمد كندو زي ماهر زين زي كذا إلى آخره، على الأقل يعوضك تكون مرحلة وسط والله أعلم. بشكل مختصر الأخت بتسأل عن الأغاني. اللي بيسأل أنا وين؟ أنا بكندا يا أخي الكريم. شكرا أخت ختام. حيا الله أخ منير، الله يكرمك ويبارك فيك. أخت حنان جاوبت على سؤال الكورونا أنا. طيب الأخت أو الأخ عفوا سلمان بيسأل هل سؤال هل اللي بيموت من انفجار أو كذا يتعرض للسؤال لما كان كالذي يدفن في قبره؟ طبعا أخي الكريم، طبعا 100%. يا إخوة إحنا كلمة القبر لما نقول قبر هذه لفظة مجازية، برجع بقول لعالم البرزخ. الجسد سواء سكن وهدأ، سواء اتفتت، سواء مرض، سواء اتقطع، سواء اختفى، سواء أكل، هذا كلام شكلي. اللي هي القضية الروح، لأنه السؤال لما كان يقع على الروح، الروح ما بتتأثر بطريقة فناء الجسد تماما. فإن كلمة القبر هي عبارة على الأشهر لاستيعاب الناس ولا يراد بها المكان نفسه، لا لا أبدا. طبعا ما في أحد يصل لمرحلة الموت بغض النظر عن الطريقة إلا وسيكون له لقاء بملك الموت بصورة هاي أو بصورة أخرى. في أخت بتسأل عن هل في مشكلة لزيارة الزوجة قبر زوجها قبل انتهاء العدة؟ طبعا ما في مشكلة يا أختي الكريمة، أصلا مفهوم حرمة خروج المرأة من بيتها قبل العدة هذا انتشار فيه خطأ. يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب ما تخرج هنا، يعني علماء أزاهرة كبار من أساتذتنا لما فهمونا ودرسونا، العدة المراد بها ألا تخرج لأجل المتع والفرحة والزينة والحفلات والتزين، لكن الخروج للحاجات الطبيعية البشرية مسموح. في ناس للأسف بتمسكوا بأمور بشدوا فيها الإسلام ما شدد فيها، هو منعها من الزينة، منعها من أن تتعرض لخطبة الرجال، منعها من الأفراح من باب الإكرام، لكن ما طلب الإسلام أن تقبر المرأة في بيتها لأنه توفي زوجها. إذا كانت بتشتغل محتاجة لشغلها بدها تروح، حاجاتها الطبيعية بدها تشتري أغراضها، بدها تجيب أغراض لبيتها،
بدها تبر أمها، بدها تزور صديقاتها الزيارات العادية. يا أخو مو حرام هذا الحكي، والتشديد اللي بيقوموا فيه الناس هذا مبالغ فيه اجتماعيا وعرفيا وليس شرعا، وهذا فهم خاطئ. الإسلام لا يطلب من المرأة أن تموت وهي حية بالعدة. العدة هي صورة من صور التكريم، مطلوب أن تقضيه في بيت الزوجية إن لم يكن عليها خطر، كأن يكون البيت فارغا أو تكون كبيرة بالسن، أولادها كلهم متزوجين تطلع منه هنا ما في مشكلة. لكن إذا البيت مهيئ للقضاء الأصل أن تبقى فيه، ماشي؟ البقاء لا يعني عدم الخروج مطلقا. الرجاء نبه، من يتوفى زوجها ليس مطلوبا منها أن تدفن حية، بل بعض الناس ببالغوا للأسف بيجوا مثلا بالتليفون بدهم يعزوها. إخوان بيكون مسافر مثلا أخو زوجها ماشي، بيجي أخو زوجها ساكنين بعمارة واحدة، والله أبو فلان بس بده يقول لك عظم الله أجرهم. قال ما بصير تشوفه. ولك مين بصير تشوفه يا زلمة؟ وين جبتوا هذا الحكي؟ المشكلة بيعملوا هذا الحكي بيكونوا ما بيصلوا وما بيصوموا وما بيزكوا، بيجوا عند شكليات شدد عليها المجتمع بيعتبروها دين مقدس، وهم مش مطبقين المتفق على وجوبه من صلاة وحجاب. إشي عجيب، إشي عجيب جدا. فأختي أنا شخصيا لا أعلم مانعا يمنعك من زيارة قبر زوجك بعده، مش مرتبط أصلا قبل بعد العدة، لأنه النهي عن زيارة القبور هو كان نهي لمن يغلب على ظنها إنها والعياذ بالله بدها تقعد تشق الثياب وترمي الرطاب على حالها وكذا إلى آخره. لكن خارج من هذا الأمر ما في من هذا الحكي بإذن الله، يعني أقصد يعني ليس ممنوعا، لأن النص العام ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة ورحم الله زوجك. نضال، هل يوجد بر للوالدين بعد موتهم وكيف؟ 100% طبعا، النص الواضح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث طرق، إلا من ثلاث أبواب، قال منها صدقة جارية، ومنها علم ينتفع به، ومنها ولد أو ولد صالح يدعو له. فإذا توفي أبوك أو توفيت أمك رحمهم الله تعالى، أي عمل صالح أنت بتقوم فيه أصلا يقع بأجر ثواب إذا كانوا قد ربوك على هذا. 2، بإمكانك أن تقوم بالعمل وتهدي ثواب إلهم، تقوم تتصدق عن روحهما، تقوم بعمل خير بصدقة جاية عن روحهم ويصل لهما بإذن المولى عز وجل، هذا لا خلاف فيه عند العلماء. وإذا بدكم أعظم طريقة تدفع فيها أمك وأبوك كن أنت صالحا، لأنه عملك الصالح كوبي منه إلهم بإذن الله، يعني اتعب على صلاح نفسك كي تفرحهم لأنه راح يوصلهم أجر منك. اللهم صل على سيدنا محمد. لازار أو لازهر، السلام عليكم، تدعي لي بالهداية والصلاح والستر. أسأل الله لك يا رب أنه يعطيك أعلى أنواع الهداية أختنا الكريمة، وأن يصلحك أكثر مما تتمنين، وأن يستر عليك وعلينا جميعا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. الأخ بروفيسور معمر بيقول يهودية والنصرانية ليست أديان سماوية برأيي الشخصي. ما أدري شغلتك أخي، إذا يعني أصولها سماوية طبعا، يعني أقصد إذا كنا أقصد سماوية من عند الله، مصدر اليهودية الله سبحانه وتعالى، يهودية الحق الصحيح قبل التحريف، والنصرانية الحق قبل التحريف من الله، أصولها ديان سماوية، هي شريعتان سماويتان يقينا في أصولهما، ما أتحدث عن النسخة الحالية، يقينا هي كذلك، ما فيها رأي شخصي أخي الكريم. موسى مبعوث من الله، شريعة موسى من عند الله، عجبني ولا ما عجبني، عفوا وعجبك كل ما عجبك، هل ما له علاقة بالرأي الشخصي هذا؟ كلها هذه يعني إبراهيم عليه، صحف إبراهيم ومزامير داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد وما لم نسمع وما علمنا كلها من الله، شرائع سماوية هذه، والله أعلم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. حياك الله أخ يزن، أهلا وسهلا بالجار الأخ الحبيب، أهلا وسهلا. الأخ محمد بيقول في ذنوب تجلب النكد والكمد. طبعا أخي، أبرز علامة من علامات أن الذنب ذنب هو النكد والكمد، 100%. زينب بتسأل دكتور، طيب الكافر أبدا لا يدخل الجنة، وأنه بالنهاية لا رح يدخل، من رح يدخل الجنة؟ قلت إن كان قد مات كافر وينطبق عليه الكفر، بمعنى دير بالكم ليس كل غير مؤمن داخل النار، يعني في ناس غير مؤمنين لكنهم لن يدخلوا جهنم، هذول من لم تصلهم الرسالة،
يعني هو بصنف لأنه غير مؤمن، وفي نفس الوقت لن يدخل، يعني لأنه ربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هناك في خلاف عند أهل السنة ضخم جدا حول من لم تصله الرسالة، وفي إشي بسموه أهل الفترة ولا تقام عليهم الحجة إلى آخره. فالآن الكافر هو المصنف بأنه علم أدرك. وليش سمي كافر؟ حكيتكم إياها عدة مرات، كلمة كافر أصلا اللغة الإنجليزية أخذته من اللغة العربية. باللغة الإنجليزية شو بنحكي؟ كفر، غطى، to cover يغطي، كفر معنى غطى. فالآن دائما المثال اللي بحكيه أنا الآن بقول، الآن لاحظوا المثال، الآن أنا ماسك هنا معي قهوة الآن أو شاي، فأجيت حطيت هذا عليه، شو عملته؟ غطيته، أخفيته. فالآن أنا ممسك القهوة أو الشاي بيدي، فيقينا مدرك وجودهم، أنا ماسكها معي معي، غطيتها، ماشي، كفرتها، هذا أصل المعنى اللغوي. فأنت بتسألني معك شاي، بقول لك لا، شو عم بعمل أنا؟ عم بنكر، بكابر، برفض الانصياع للحق. هيو معاي، شو أنا ماسكه أنا بيدي، بس إيش؟ مغطي. فاستخدمت لفظة الكفر من هذا المعنى اللغوي إلى المعنى المجازي، كناية عن الإنكار والرفض والمكابرة. من انطبق عليه هذا المعنى يقينا هو مخلد في جهنم، ماشي؟ طب هل نستطيع أن نجزم مين ينطبق على المعنى؟ لا، لا نجزم، نحن نقول بالمعنى العام. أنا قد يكون شخص أمامي أنا مفكره كافر ومات على الكفر، ويكون بينه وبين الله مؤمن ورايح على الجنة، ما بعرف. لا نجزم بأحوال الأعيان الأشخاص، لكن بالعموم لازم نقول كل من مات وهو يعلم دين الحق ورفضه فهو كافر، شاء من شاء أبا من أبا. طب مين منهم؟ أنا ما بعرف، ما بطبق بشكل مختصر جدا. طيب الله، ما شاء الله الأسئلة ما عم تخلص. أخ سلمان وادي رم، يا حياك الله، إن شاء الله سيدي الله يكتب لنا إياها إن شاء الله يا رب بإذن الله، الله يجزيك الخير. أخوة ادعوا بقلوبكم لأخونا محمد القطاوني، كاتب هنا تفاصيل حياته يحتاج منا جميعا الدعاء. أخي محمد ثق بالله ولا تعجز وتوكل على ربك، أسأل الله يفتح عليك يا رب، سهل لك أمورك بإذن الله، قريبا عاجل غير آجل. شكرا أخت فدوى. الأخت ختام تسأل، أمي رحلت عن دنياي منذ سنة وأشهر ولغاية اللحظة لا أستطيع تصديق ذلك، وأحيانا أتساءل لماذا توفاها الله، فهل علي إثم مع العلم لم أترك الدعاء لها منذ رحلت رحمها الله؟ شوفي أختي الكريمة، إذا فكرك مش قادر أصدق بمعنى شعور نفسي يأتيني وبضلني متضايقة، هذا شعور طبيعي لأنه حاسب عليه. إذا فكرك بتساءل بمعنى بوعي عن بعض، والعياذ بالله طبعا بعيد عنك، بعترض ليش الله أخذها مني، لا هنا هي خطيرة جدا. فأنا أتوقع أنك من الحالة الأولى اللي هي البشرية الطبيعية الفطرية، ردة الفعل الطبيعية من الحزن والأسى، وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. إن شاء الله يا أخوة يا أخوات، يا إلهي، يعني في حوالي 50-60 سؤال أنا والله، لو سامحوني مش راح أقدر خلص، يعني أنا لازم ألحق صلاة المغرب. اللهم صلي على سيدنا محمد. الآن مشيت بإيدي ما لا يقل عن 50 سؤال، مش راح أستطيع. آخر سؤال خديجة عوض، نلحق نقرأ سؤالها. راح الرد على الملحد واجب، وإذا ما رديت أو قمت بواجبي كمسلم وتركت ما يكتب هل أحاسب؟ لأني والله عجزت أن أرد أحارب على الفيس الملحدين، والملحدين انتشروا بطريقة فظيعة. لا يكلف الله نفسه وسعها، إذا كان عندك القدرة والطاقة والعلم أبذل جهدك بما تستطيع، خاصة إذا غلب على ظنك أنه في فائدة. إذا عجزت بمعنى بطل عندك وقت وعندك التزامات أخرى، قومي بما تستطيعين والله سبحانه وتعالى يتقبل منك. أخت خديجة باختصار شديد جدا، الأخت إم آي كيف ترد على من يقول لماذا أوجدنا الله في هذه الحياة من دون استشارة؟ كيف يستشيرني من دون ما يخلقني؟ سؤال بسيط، يعني
ليش الله ما استشارني وما يخلقني؟ فمشان يستشيرني لازم يخلقني، فهيو خلقني، خلص خلقني، بعدين يعني اذا اقول له سويني بالعدم شو ربنا بده يلعب معنا؟ لا. وهي مشكله الكبر على الله، انه احنا ما عم نسلم له. الواحد فينا بيشتغل بشركه بيكون بس مدير اعلى منه بدرجه ومعاه شهاده اعلى بدرجه، بتلاقيه بضرب له سلام تعظيم. بيخدم في جيش لانه عنده ولاء بوطنه، بتلاقي قائد الجيش بيقول له ازحف بزحف، نط زي الضفدع بنط، اقفز بقفز، انزل للطين بينزل، كل ضفادع بياكل. ليش؟ طب بشر مثلك مثله، لا خلقك ولا عملك. قال له المنصب وكذا، طب ليش بتطيعه؟ سؤال ليش؟ قال لمصلحة الوطن. طب ربنا يعني قائد الجيش او قائد السرية بيعرف مصلحتك وبيخليك تاكل الطين وتنط بالطين وتقفز في جورة النضح ودنيا عالم بترد عليه طاعة، وربنا اللي بيقول لك اعمل وسوي، بدك تسأل وليش ربنا وليش ما استشارني؟ طب استرجي احكيها بس لقائد السرية عندك في الجيش يلي انت بتخدم في الوطن، ما بتعملها. احكيها لمديرك في الشغل، بتعملهاش. لا اله الا الله، مشكلة. طبعا انا اخاطب الملحد الذي يفكر بهذه الطريقة وليس صاحب او صاحبة السؤال. صلى الله على سيدنا محمد. ام اي دي امين. انا مؤمن لكني عاصي واعاني من كثره المعاصي، كل ما اتوب من معصية اقع فيها مره اخرى. اخي لا تياس من تكرار التوبه حتى تثبت، ولكن خذ بالاسباب وحاول الاسباب اللي خلتك توقع في المعصيه اللي قبلها تشيلها من طريقك قدر الاستطاعه. كن صادقا في توبتك. شوف، لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لأتى الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأن الله يغفر الذنوب جميعا. بشرط كن صادق وترجع، حتى لو ضعفت مرة ثانية وغلطت رد توب، أن الله لا يمل حتى تمل، الله سبحانه وتعالى يستقبلك. دير بالك، إياك أن تيأس، لكن خذ بالأسباب. أخي يعني أنت عم تشوف، فرضا بدي أفترض، نظريا جزء من غلطتك أنك تشرب الخمر وبتوب بتوب 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 بترجع. طب تطلع شو اللي عم بيخليك ترجع لشرب الخمر؟ بدي افترض انه واحد من اصحابك بشكل خاص كل ما تضعف بعد ما تتوب هو اللي برد بجرك، بيمون عليك وبشد عليك وبقنعك وبقعدك يعني الى اخره. طب يا اخي الحل اقطع صلتك بصاحبك لما تتوب، مش تتوب وتضلك تقعد معه. طيب واحد تاب عن المخدرات، تاب عن صحبة النساء بالحرام، وما بيقطع اصحابه اللي بتعاطوا مخدرات ودائما قاعدين قعدات حرام مع النساء، ما بزبطش التوبة، ما عم تكتمل. لذلك لما تتوب خذ بالأسباب المحيطة والسياقات التي ترجعك إلى الذنب، اقطعها قدر الاستطاعة والله يعينك عليها. إبراهيم، هل هناك وصفة للسعادة؟ طبعا وصفة السعادة، كن عبدا لله ويتولى الله أمرك، نقطة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالمعنى العام طائعا لله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا الله ما شاء الله عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة بأقل من 5 دقائق فوق 60 سؤال كمان جداد. لا 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 لا، سامحوني لازم أوقف. أنا الآن بدي ألحق أروح أصلي وأتابع التزامات التي اللهم صل على سيدنا محمد. الله يجزيك الخير ويعطيكم ألف العافية جميعا. أشكركم على وجودكم الدائم معي، وإذا تكرمتم علينا مساعدة بنشر البث ما استطعتم لذلك سبيلا، البث نفسه إذا تكرمتم واحد يكسب فيه أجر من عم يسمعون الآن، اعملوا لي رابط صفحة اليوتيوب هنا، تابعوا الحلقات على اليوتيوب عشان تساعدوني على أني أنقل جزء من المتابعين على اليوتيوب عشان أصير أبث على اليوتيوب إن شاء الله. السلام عليكم.